السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إدارة التعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم أن تقدم شرح مادة الرياضيات فرع الديناميكا في الغد إن شاء الله، هيكون الجزء الثاني من طاقة الوضع. متمنين لكم دوام التوفيق إن شاء الله. استرجاع للي إحنا قلناه قبل كده، عن جسم كتلته كاف على ارتفاع قدره لام عن سطح الأرض، طاقة الوضع كانت بتساوي كاف في دال في لام. الكاف طبعا الكتلة، والدال اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، ولام هي المسافة الرأسية من الجسم إلى سطح الأرض. يبقى طاقة الوضع كانت بتساوي الوزن الجسم في ارتفاع موضوعه عن سطح الأرض. وشرحنا مسألة أو توضيح بالرسمة ديت، أدي الجسم أهو المسافة ديت اللي هي لام، فكنا بنقول حاصل الضرب الوزن في اللام كاف دال في لام، سواء الحركة هتبقى رأسية بالشكل ده أو الجسم موضوع على مستوى أملس بالشكل ده، فبرضو أنا يهمني المسافة الرأسية. يبقى أنا عندي ضاد بتساوي كاف دال لام، وقلنا ايه هي الكاف وايه هي الدال وايه هي اللام. يبقى سواء الحركة رأسية سواء الحركة على مستوى مائل، انا يهمني المسافة الرأسية. واتكلمنا عن وحدات طاقة الحركة وطاقة الوضع والشغل، وقلنا ان وحدة طاقة حركة الوضع هي نفسها وحدات الشغل ووحدات طاقة الحركة. واتفقنا ان احنا قبل كده في كتلة وفي سرعة وفي قوة وفي مسافة. لو الكتلة بالكيلو جرام، السرعة تبقى بالمتر على الثانية، والقوة تكون مقدرة بالنيوتن، والمسافة تكون بالمتر. يعني انا بمشي مع الوحدات دي كلها مرة واحدة وأنا بحل المسألة. بمعنى لو اتعاملت الكتلة بالكيلو جرام، بتعامل السرعة بالمتر على الثانية، بتعامل بالقوة بالنيوتن، بتعامل بالمسافة بالمتر. نفس الكلام لو خدت الكتلة دي بالجرام، هاخد السرعة بالسنتيمتر على الثانية، والقوة مقدرة بالداين، والمسافة تكون بالسنتيمتر. يبقى تاني كده، لو الكتلة بالجرام، السرعة تكون بالسنتيمتر على الثانية، القوة تكون بالنيوتن، المسافة هتكون بالسنتيمتر. يجي بعد كده في قاعدة بتقول التغير في طاقة الوضع بيساوي سالب الشغل المبذول بواسطة الوزن. نقول تاني، التغير في طاقة الوضع لجسيم بيساوي سالب الشغل المبذول بواسطة الوزن خلال الحركة. يبقى التغير في طاقة الوضع اللي هو ضاد ناقص ضاد صفر بيساوي سالب الشغل المبذول بواسطة الوزن. يبقى ده العلاقة ما بين طاقة الوضع والشغل. نيجي لحاجة تانية اللي هي العلاقة ما بين طاقة الوضع وطاقة الحركة في حركة الحرة. يعني ايه حركة حرة؟ يعني الجسم يكون تحت تأثير وزنه فقط، مفيش قوة تانية مؤثرة عليه غير قوة الوزن. يبقى العلاقة ما بين طاقة الوضع وطاقة الحركة ان التغير في طاقة الوضع بيساوي سالب التغير في طاقة الحركة. ومن هنا وصلنا لقانون مهم جداً، إن مجموع طاقتي الحركة والوضع بيساوي مقدار ثابت. مجموع طاقتي الوضع والحركة يظل ثابتًا أثناء الحركة، ده في حالة إذا كان الجسم تحت تأثير وزنه فقط. وآدي على سبيل المثال، افرض إن أنا عندي كتلة متحركة من في الوضع الأول ألف، وبعدين اتحركت للوضع ب، وبعدين اتحركت للوضع ج. في كل واحدة من دول
ألف وبعدين ب وبعدين ج، في كل واحدة من دول هيكون الكتلة هيكون ليها طاقتين، طاقة وضع وطاقة حركة. طب إيه العلاقة بقى ما بين الاتنين عند مواضع مختلفة اللي هو ألف وب وج؟ هتلاقي إن طاقة الحركة زائد طاقة الوضع عند ألف هتساوي طاقة الحركة زائد طاقة الوضع عند ب هتساوي طاقة الحركة زائد طاقة الوضع عند ج. يبقى أنت دلوقتي تخلي بالك من القاعدة دي، لأن بتحل كتير من المشاكل في حل المسائل. مجموع طاقتي الوضع والحركة عند أي نقطة بيساوي مقدار ثابت أو يظل ثابتا أثناء الحركة. استكمالا للمسائل، احنا كنا انتهينا بمسألة في الحصة اللي فاتت على مسألة تتعلق بالبندول، ودي مسألة تانية عشان يبقى غطينا الأفكار بتاعت مسائل البندول. بتقول إيه المسألة؟ الشكل المقابل يمثل بندولا بسيطا، آدي نقطة الارتكاز اللي هو ألف، وآدي البندول بيتحرك يمين وشمال، آخر وضع ليه من جهة اليمين ألف، وهكذا. وهو عبارة عن كرة معلقة في نهاية خيط طوله 25 سنتي. خلي بالك عشان الرسم ما تنخدعش بالأطوال، أصولا عندي نون ب هي نفسها نون ألف. والتاني المسافة نون ب اللي هي الحركة، لو أنا اعتبرت إن البندول في حالة السكون عند ب وبيبتدي يتحرك كده لأقصى ارتفاع ليه هنا عند نقطة ألف، فأنت عندك الخيط ده اللي هو نون ألف هو نون ب، يعني دي نفس المسافة. ويبدأ البندول حركته من السكون من نقطة ألف، ويتحرك حرا ليتذبذب في زاوية قياسها 2 ه زي موضح بالشكل كده. يبقى هنا كان السكون عند ألف وهيبتدي يتحرك كده في الاتجاه اللي بشاور عليه من ألف، هيمر مرا بنقطة ب ومرا بالنقطة المناظرة لنقطة ألف بالانعكاس يعتبر على نون ب. وقال إن الزاوية ديت اللي هي المركزية دي تعتبر كلها 2 ه، ومدينا إن ظاه ب7/24. عايز سرعة الكرة عند النقطة ب هتكون كام؟ حيث ب منتصف المسار للكرة، يعني دي يعتبر نقطة الارتكاز على سطح الأرض، اعتبرها كده. أول حاجة هنرسم المثلث اللي هو مديهوني باعتبار إن ظاه ديت ب7/24. الظاه مقابل علم جاور، الظاه مقابل علم جاور. لو طبقت نظرية فيثاغورس هيطلع إن أ ن ده طوله 25. خلي بالك دي نسب الأطوال للزاوية وليست الأطوال اللي هو مديهولك في المسألة. هي مصادفة دي طلعت 25 وهو مدينا ان نون ألف ب25، فأنت بالتالي هتعتبر نون جيم دوت ب24 وألف جيم ده ب7. طب افرض الأطوال ديت مش هي الأطوال دي، يعني اداني مثلا ديت الظا ب3/4، فهتطبق والجيم ده 5، وبعدين تجيب نسب ما بين الأطوال، تجيب نسب ما بين الأطوال، يعني تجيب الظا في الواقع مديها لك او الجا او الجتا بكام، وتساويها بالجا او الظا او الجتا اللي موجوده في المثلث اللي انت رسمته. فدلوقتي انت عندك نون الف ب25 وهو دي يعتبر دي ب25، يعني نفس النسب اللي هو مديها لك، فهيبقى نون ج دوت اللي هو ب24، وبالتالي ب ج ده كله هيبقى عباره عن ال25 ناقص ال24، يبقى ب ج ده هيساوي 1 سنتي. نقول تاني، أنا عندي ن ج ب24، أهي على الرسم ن ج المسافة دي ب24. طب ن ب ده كله كام؟ هو نفسه طول ن أ، فن أ كله ب25، يبقى ن ب ب25، ن ج ب24، إذا ب ج دوت ب1 سنتي.
يبقى من هندسة الشق شرحنا وفهمنا ازاي ب ج بتساوي 1 سم. زي ما اتفقنا القاعدة المهمة جدا 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 اللي هي مجموع طاقتي الوضع والحركة يساوي مقدار ثابت أثناء الحركة. فأنا عندي نقطتين، عندي نقطة ألف وعندي نقطة ب، يبقى طاقة الحركة عند ألف زائد طاقة الوضع عند ألف بتساوي طاقة الحركة عند ب زائد طاقة الوضع عند ب. طب هو قال ابتدى من السكون من عند نقطة ألف، يبقى معنى كده السرعة عند ألف بتساوي صفر. طب طاقة الحركة نفتكر مع بعض كان بتساوي ايه؟ نص كاف عين تربيع، بنفكر بعض وقلنا طاقة الحركة دي قياسها دايما بيبقى موجب باعتبار الكتلة موجبة ومربع السرعة موجبة، يبقى نص كاف عين تربيع ده هيبقى موجب. طاقة الوضع كان بتساوي ايه؟ احنا قلنا في بداية الحصة طاقة الوضع بتساوي كاف في دال في لام، يبقى معنى كده هبتدي اعوض اهو. ابتدينا قلنا ان هنا السرعة بصفر، يبقى طاقة الحركة عند ألف هتساوي صفر، وقلنا طاقة الوضع بتساوي كاف دال في لام. طب لما توصل لنقطة ب هنا مش هيبقى في مسافة رأسية باعتبار ان ب دي كأنها مرتكزة على سطح الأرض، يبقى المسافة الرأسية في الحالة دي بتساوي صفر، يبقى اللام هتساوي صفر، يبقى طاقة الوضع هتساوي صفر. فانت وصلت ان كاف ده اللام بتساوي نص كاف عين تربيع، ممكن احذف الكاف مع الكاف كأني قسمت المعادلة كلها على كاف، هيتفضل ان الدال اللي انا هعوض عليها 980 في اللام اللي هي المسافة الرأسية اللي احنا جبناها قلنا بواحد بتساوي نص عين تربيع، وبالتالي ممكن اطلع العين هتطلع 14 جذر 10 سنتيمتر على السن. يبقى الهدف من المسألة ديت تطبيق قاعدة مهمة اللي هي مجموع طاقتي الحركة الوضع عند أي نقطة أثناء الحركة بيساوي مقدار ثابت طالما الحركة حرة أو الجسم بيتحرك تحت تأثير وزنه فقط. النقطة التانية نخلي بالنا من النسب اللي هو من الدهالي والأطوال اللي موجودة في المسألة. نشوف بعد كده عايزين نتكلم لو في علاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة في حالة وجود مقاومة. كل المسائل اللي فاتت ما جبناش سيرة المقاومة في المسائل. طب لو ظهر على الحركة مقاومة هيبقى ايه الوضع؟ عندنا احتمالين. الاحتمال الاول ان الجسم يكون محطوط على مستوى مائل في مقاومات وكانت سرعته مثلا عين بعد ان قطع مسافة فيه، يبقى اذا تحرك جسم كتلته كاف من قمة مستوى مائل من السكون لاسفل ضد مقاومة مين، فأصبحت سرعته عين بعد أن قطع طول المستوى اللي هو فيه. آدي الرسمة اللي عندي، هنا في مقاومة والجسم ابتدى من السكون هنا بالوضع اللي انت هتشوفه دلوقتي أهو. يبقى هنعمل إيه؟ آدي الجسم بيتحرك من أعلى لأسفل، وإحنا اتفقنا قبل كده إن المقاومة في عكس اتجاه الحركة، فالجسم يعتبر بيتحرك من أعلى لأسفل، يبقى المقاومة هتكون في عكس أو في ضد اتجاه الحركة زي ما احنا شايفين، وهيبقى هنا في الاتجاه الثاني اللي هي مركبة الوزن اللي هو كاف دال جاهي. في الحالة دي بنقول إيه؟ أو القاعدة اللي احنا هنمشي بها إيه؟ طبعا هنا المستوى ليس أملس، ده المستوى يعتبر في مقاومة، المستوى هنا في مقاومة. في الحالة دي بنقول ايه؟ احنا هنبتدي من فوق وهنبتدي ان الجسم كان واقف، كلمة الجسم ده كان واقف يبقى معنى كده ان السرعة الابتدائية كان بصفر، يبقى في فوق طاقة وضع فقط، فطاقة الوضع
طاقة الوضع عند القمة هتساوي طاقة الحركة عند القاعدة زائد الشغل المبذول ضد المقاومة. نقول تاني، طاقة الوضع عند القمة بتساوي طاقة الحركة عند القاعدة زائد الشغل المبذول ضد المقاومات. كلمة الشغل المبذول ضد المقاومات يعني هنا الإشارة هتكون موجبة، شغل المقاومة أصلا سالب، لكن لما أقول الشغل المبذول ضد المقاومة هتكون إشارته موجبة. يبقى طاقة الوضع عند القمة بتساوي طاقة الحركة عند القاعدة زائد الشغل المبذول ضد المقاومة. طب لو عملنا العكس، إذا جذف جسم كتلته كاف من القاعدة مستوى مائل بسرعة ابتدائية عن صفر ليصل إلى السكون اللحظي عند قمته ضد مقاومات مين، هنا هتبقى الحركة عكسية، هتبقى الحركة من أسفل لأعلى. تاني، الحركة هنا هتبقى من أسفل لأعلى، آدي الحركة اهي. طب الحركة هتبقى المقاومة فين؟ المقاومة دايما في عكس اتجاه الحركة زي ما وضح اهو، ادي ميم وادي السا. هو اتحرك الجسم من أسفل إلى أعلى بالشكل ده، فبالتالي المقاومة في عكس اتجاه الحركة. في الحالة دي طاقة الوضع هنا هتكون بصفر، يبقى في هنا فين عند القاعدة يبقى في طاقة حركة لأن أنا حركت بسرعة. يبقى طاقة الحركة عند القاعدة هتساوي طاقة الوضع عند القمة زائد الشغل المبذول ضد المقاومة. يبقى نقول تاني، أنا عندي احتمالين، والله لو بتحرك من أعلى لأسفل يبقى طاقة الوضع عند القمة هتساوي طاقة الحركة عند القاعدة زائد الشغل المبذول ضد المقاومة. لو بتحرك من أسفل لأعلى بسرعة ما يبقى طاقة الحركة عند القاعدة هتساوي طاقة الوضع عند القمة زائد الشغل المبذول ضد المقاومة. نيجي نقول نطلع بقى القاعدة بصفة عامة. إذا بدأ جسم بسرعة ابتدائية عن صفر ووصل إلى السرعة عين عند أي نقطة في المستوى، يبقى هستنتج إن التغير في طاقة الحركة زائد التغير في طاقة الوضع بيساوي الشغل المبذول من محصلة القوة ما عدا الوزن. نقول تاني، إذا بدأ جسم بسرعة ابتدائية عن صفر، يعني هنا مش شرط بقى بالسكون، ووصل إلى السرعة عين سواء بقى سرعة تقصيرية سواء الجسم يتحرك حركة متسارعة، عند أي نقطة في المستوى التغير في طاقة الحركة زائد التغير في طاقة الوضع بيساوي الشغل المبذول. هنا الشغل المبذول مش من محصلة كل القوة، لا، محصلة كل القوة بس مستثني منها اللي هي قوة الوزن. آدي جسمه الحركة وليكن بالشكل ده. طبعا هنا السرعات مختلفة وفي نفس الوقت تعتبر المسافات الرأسية مختلفة، فبالتالي طاقة الوضع عند في الوضع دوت غير طاقة الوضع هنا، لأن ارتفاع هنا لام واحد مثلا أكبر من لام اتنين، هنا السرعة هتكون غير السرعة، يبقى هنا هيكون في تغير في طاقة حركة وهيكون تغير في طاقة الوضع، يبقى بالتالي مجموع التغير في طاقة الحركة زائد التغير في طاقة الوضع هيساوي الشغل المبذول من محصلة هذه القوة ما عدا قوة الوزن. افتكر بقى التغير في طاقة الحركة بيساوي ايه، وافتكر التغير في طاقة الوضع بيساوي ايه، عشان تجمع الأفكار ديت وتبتدي تتعامل معاها في حل التمارين. ناخد أول مسألة، بيقول إذا كثف جسم على مستوى مائل خشن من أسفل نقطة فيه وكانت طاقة حركته عندئذ 100 جول، وعندما عاد إلى نفس النقطة مرة أخرى
كانت طاقة حركته بتساوي 70 جول. يبقى هو ابتدى ب100 وطلع ونزل رجع لنفس النقطة تاني قامت واصلة 70. فبيقول الشغل المبذول ضد الاحتكاك أثناء الصعود هيساوي كام جول؟ 5 ولا 15 ولا 25 ولا 30؟ طاقة وضع الجسم عند أقصى ارتفاع يصل إليه على المستوى يساوي كام جول؟ 70 ولا 77.5 ولا 85 ولا 100؟ ممكن المسألة دي تتحل بطريقتين. طريقة تقليدية إن أنا أحلها كمعادلات وأكتب القوانين وأشتغل زي الحل ده. شوف الحل مع بعضه. آدي الرسمة اللي عندي، وآدي اتجاه الحركة رايح جاي الراجل. فعندي أول حاجة في حالة الصعود، يبقى طاقة الحركة عند ألف هتساوي طاقة الوضع ولتكن دي ب زائد الشغل المبذول ضد المقاومة. طب يبقى هبتدي أعوض، قال لي أثناء الصعود طاقة الحركة بتساوي 100، هودي طاقة الوضع بعكس الإشارة، يبقى الكلام ده هيساوي الشغل المبذول ضد المقاومة. طب في حالة الهبوط هيبقى طاقة الوضع عند ب بتساوي طاقة الحركة عند ألف زائد الشغل المبذول ضد المقاومة. هتبقى طاقة الوضع بس لوحدها هعوض عن طاقة الحركة عند ألف ساعتها ب70 زائد الشغل المبذول ضد المقاومة. بقت العملية سهلة، عندي معادلتين، هنا طاقة الوضع بإشارة سالبة وهنا طاقة الوضع بإشارة موجبة. لو جمعتهم طاقة الوضع هتتحذف، يبقى 100 هودي 70 بعكس الإشارة هيبقى 30 بيساوي 2 الشغل المبذول ضد المقاومة، وبالتالي هطلع الشغل المبذول ضد المقاومة يبقى ب 15 جول. يبقى هي دي كمعادلات وكطريقة تقليدية، كتبت القانون، عوضت، حسبت، طلعت معادلتين، المعادلتين دول جمعتهم، متغير اتحذف ومتغير فضل موجود، جبته ب 15 جول، وبالتالي انا اقدر اجيب طاقة الوضع عند ب. انا هنا عندي معادلة ان هم وحهم بيساوي 100 لما يكون الشغل المبذول ب 15، يبقى معنى كده ان طاقة الوضع عند ب هتساوي 85 جول. واحد تاني يقول طب ده طلع ونزل كان 70، كان 100 بقى 70، يبقى هو فقط 30 جول. ال 30 جول طالع نازل، طالع بمقاومات ونازل بنفس المقاومة، يبقى المقاومة هو طالع 15 وهو نازل 15. يبقى كده من غير معادلات أقدر أحسب اللي هي الشغل المبذول ضد المقاومة. وبالتالي أنا عرفت إن طاقة الوضع، طاقة الحركة عند ألف بتساوي 100، وجبت الشغل المبذول ضد المقاومات ب 15، يبقى طاقة الوضع على طول عند ب بتساوي 85. طبعا الحل التاني ده حل ينجز عشان الوقت والاختبار وتوفر زمن مسألة زي كده، يكون الحل مباشر عن لمسألة تانية تقدر ان انت تحلها. يبقى احنا حليناها كده من غير رياضة ولا حاجة، وحليناها بالمعادلات، والأنسب لك حل بيه. نيجي المسألة التانية، بيقول جسم كتلته 100 جرام سقط من ارتفاع 5 أمتار. خلي بالك الكتلة هنا مديها لك بالجرام، ومديك المسافة اللي هو الارتفاع 5 أمتار، على أرض رخوة طاسة فيها 20 سنتي. خلي بالك برضو هنا الارتفاع بالمتر وهنا الارتفاع بالسنتي، الوحدات في الديناميكا، خلي بالك تثبتها وانت بتحل. اوجد مقدار ما فقد من طاقة وضع بالجول قبل لحظة اصطدامه بالأرض مباشرة. النقطة الثانية عايز متوسط مقاومة الأرض
مقدرة بالثقل كيلو جرام. ادي الرسمة اللي عندي، عندنا تلات اوضاع. اول حاجة انا هعتبر كلمة سقط اهو ابتدى من عند نقطة الف، تمام؟ وادي المسافة 5 متر اللي بنقول عليها، كل ده قبل ما نتكلم ان هو دخل في الارض الرخوة او غاز في الارض الرخوة. دي مرحلة في الأرض الرخوة، تبتدي الحركة من ب إلى ج. نبتدي أول حاجة نقسم المسألة لمرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة من أ ل ب، زي ما أنت شايف كده، المرحلة الأولى هتبقى حركة من أ ل ب. طب دي هنقول إيه؟ أو هنبتدي المسألة فيها إزاي؟ هنقول قبل الاصطدام بالأرض التغير في طاقة الوضع بيساوي سالب الشغل المبذول من الوزن. خلي بالك الحركة هنا حركة حرة، مفيش تأثير مقاومة فيها، تمام؟ هنبتدي نعوض. يبقى الشغل المبذول من الوزن هيبقى عبارة عن ايه؟ كاف في د كاف دال في لام اللي هي المسافة الرأسية. عندي الكتلة حولها للكيلو جرام، بدل ما 100 جرام هقسم على 1000 هتبقى 1/10. هنا الدال ب9.8، اللام ب5، يبقى الكلام ده يبقى سالب 4.9 جول. يبقى مقدار الفقد في طاقة الوضع بلغي الإشارة السالبة وأقول له 4.9 جول. ده الحركة قبل الاصطدام بالأرض اللي هو السقوط الحر. يبقى التغير في طاقة الوضع علاقته بإيه بالشغل؟ بيساوي سالب الشغل المبذول من الوزن، تمام؟ نيجي للمرحلة الثانية. احنا خدنا المرحلة الأولى اللي هي السقوط بالشكل ده. نيجي بقى للمرحلة الثانية، إن الجسم ده هيبتدي يتحرك داخل أرض رخوة. وقلنا في الأرض الرخوة هنا بتتغير السرعات، فلازم أحسب الأول السرعة عند ب كانت بكام، وطالما غاص يعني هيجي عند ج وأتوقف. يبقى أنا لازم أحسب السرعة عند ب بكام. طب عندي إيه معلومات؟ عندي القانون الأول اللي هستعمله، عند تربيع بتساوي عن صفر تربيع زائد 2 د ف. طبعا هو ابتدى من السكون، يبقى أنا عندي 2 في 9.8 في 5 هتطلع عين تربيع ب98. طب عين دي اللي انا بتكلم عليها هي انهي سرعة؟ هي السرعة قبل الارتصادام مباشرة بالارض الرخوة. اصبح عندك سرعة ابتدائية اول ما ابتدى في الارض الرخوة، عندك سرعة نهائية بالصفر، يبقى عندك كده كأني تغير في طاقة حركة، تمام؟ يبقى التغير في طاقة الحركة بيساوي الشغل المبذول. طب هنا الشغل المبذول هيبقى عبارة عن ايه؟ عندك وزن وعندك مقاومة في الارض الرخوة. طالما الجسم دخل في محيط، والمحيط ده ايا كان، او في مكان، والمكان ده حصل فيه توقف وكان نازل بسرعة، يبقى معنى كده انه قابل مقاومة. فانت هنا هتقول التغير في طاقة الحركة هيساوي كاف د ناقص م في ف. يبقى طبعا هنا السالب دي جت لان السرعه النهائيه بصفر، انت هتقول طه ناقصها صفر، يبقى سالب نص في كاف اللي قلنا عليها ب1/10 في عين تربيع اللي انت جبتها ب98 بيساوي كاف د ناقص م في ف. هنبتدي نعوض عن كاف اللي هي ب1/100 بعد ما حولناها لكيلو جرام في الدال اللي هو 9.8 ناقص الميم في ف اللي هي المسافة اللي هو برضو حولناها للمتر، اللي هو كان بيقول 20 سنتيمتر بقت 2/10 متر. وهبتدي أحفك المسألة وأطلع المقاومة هتطلع ب25.48 نيوتن. طب هو مش عايز المقاومة بالنيوتن، ده عايزها بالثقل كيلو جرام، هقسم على 9.8 هتطلع المقاومة ب2.6 ثقل كيلو جرام.
نيجي للمسألة الثالثة، بيقول لي ألف وب نقطتان على خط أكبر ميل في مستوى ماء الخشب، بحيث ب أسفل ألف بدأ جسم كتلته 500 جرام الحركة من السكون من نقطة ألف، فإذا كانت المسافة الرأسية تساوي متر واحد، خلي بالك الكتلة بالجرام والمسافة الرأسية بالمتر، وسرعة الجسم عندما يصل به تساوي 4 متر على الثانية، أدي السرعة بمتر على الثانية، أوجد بالجول طاقة الوضع المفقودة والشغل المبذول من المقاومة. آدي الرسمة وآدي الجسم أهو عند ألف هيبتدي يتحرك يوصل لب، وآدي في الرسمة برضو للعلم بالشيء، خلي بالك إن قال لك ب أسفل ألف، لازم تخلي بالك من اتجاه الحركة والأوضاع اللي هو بيقول لك عليها. وقال لك المسافة الرأسية كام؟ أهي 1 متر زي ما إحنا قلنا، أروح راسم كده وموضح كل البيانات على الرسم، وهو وصل عند ب بسرعة 4 متر، تمام؟ وتحرك من ألف منين؟ بالسكون، يبقى عرفت إن السرعة عند ألف بتساوي صفر. واضح الرسم؟ يبقى طاقة الوضع المفقودة بتساوي اللي هي كاف د لام، يبقى نص حولت دي الكيلو جرام، الدال بتسعة وثمانية من عشرة، في المسافة الرأسية اللي هي بواحد هتطلع 4.9 جول. التغير في طاقة الوضع زائد التغير في طاقة الحركة بيساوي الشغل المبذول من محصلة القوة ما عدا مين؟ الوزن، القاعدة اللي احنا قلنا عليها. هنبتدي نعوض التغير في طاقة الوضع، أنا جبته اللي هو 4.9، تمام؟ يجي هنا اللي هو التغير في طاقة الحركة، يبقى نص في نص في السرعة النهائية بأربعة تربيع ناقص صفر تربيع، هحسب الكلام ده هيطلع طبعا النص الأولانية دي بتاعة القانون، النص التانية بتاعة الكتلة، نص كاف عين تربيع ناقص عين صفر تربيع، فطبعا هنا حولت نص جرام ال 500 جرام إلى نص كيلو جرام، وبالتالي أقدر أحسب الشغل المبذول من المقاومات هيبقى سالب 4.9، خلي بالك الشغل ضد المقاومات هيطلع 9، يبقى الشغل المبذول من المقاومات وصول يطلع بإيه؟ السالب، تمام؟ الشغل المبذول من المقاومة وصول يطلع بالسالب، يبقى هيطلع سالب 9.10 جول. بقول تهبط عربة من السكون أسفل منحدر طوله 180 متر وارتفاعه 10 متر، فإذا علم إن 3/4 طاقة الوضع فقدت نتيجة التغلب على المقاومات ضد الحركة، يبقى أنا عندي هنا مديني إن 3/4 طاقة الوضع فقدت، وإن هذه المقاومات ثابتة طول حركة العربة، بوجد سرعة العربة بعد قطعها مسافة 180 متر السابقة، يعني خلص المنحدر كله. أدي الرسمة أهو، أدي 180 من البداية للنهاية، تمام؟ وأدي الارتفاع اللي هو بيقول عليه. طبعا عندي زي ما قلنا طاقة الوضع عند ألف هتساوي طاقة الحركة عند ب زائد الشغل المبذول ضد المقاومة، طالما في مقاومة وكان هو هنا بدأ الحركة من عند ألف، يبقى معنى كده إني كان تحرك طبعا من السكون، يبقى هنا ما فيش طاقة حركة، يبقى في طاقة وضع، يبقى طاقة الوضع عند ألف هنا بيساوي طاقة الوضع في نهاية المسار زائد الشغل المبذول ضد المقاومة.
يبقى طاقة الوضع عند ألف بتساوي طاقة الحركة عند ب زائد، طب الشغل المبذول ضد المقاومة كام؟ ما هو الدهاني قال لي فإذا علم أن تلات أرباع طاقة الوضع فقدت، ففقدت ليه؟ بسبب شغل المقاومة. يبقى شغل المقاومة ده قد إيه؟ ضد المقاومة هيبقى 3/4 من طاقة الوضع. هودي دي بعكس الإشارة، يبقى ضاد عند ألف ناقص 3/4 طاقة الوضع عند ألف، يبقى اتفضل ربع طاقة الوضع عند ألف هتساوي طاقة الحركة عند ب. أبتدي أعوض بالقوانين، طاقة الوضع هتساوي كابيتال لام، يبقى ربع كابيتال لام بتساوي نص طاقة الحركة اللي هي نص كاف عين تربيع. الكاف هتتحسب مع كاف، اضرب المعادلة في 2 يبقى نص دال لام بتساوي عين تربيع، الدال ب9.8 واللام ب10 تطلع عين بتساوي 7 متر على السنة. ده تطبيق برضو ان طاقة الوضع في القمة بتساوي طاقة الحركة عند أسفل نقطة في المستوى زائد الشغل المبذول ضد المقاومة. هنا هنبتدي نتناقش في مسائل مرسومة عشان نعرف إزاي نحلل وضع المسائل والاختيار يتم إزاي في الرسومات. بيقول لي أي من الأشكال التالية يمثل العلاقة بين طاقة حركة جسم اللي هي طاقة الحركة اللي هي رمزها ط وطاقة وضع اللي هي رمزها ض إذا كان الجسم متحركا تحت تأثير وزنه فقط. آدي الشكل الأول، آدي الشكل الثاني، آدي الشكل الثالث، آدي الشكل الرابع. طب نفهم الرسومات قبل ما نتكلم في الرياضة. الثلاث رسومات الأولى تمثل معادلة خط مستقيم، لأنها يمثلها خط مستقيم أهو، يبقى دي معادلة من الدرجة الأولى، والثانية يمثلها خط منحنى بالشكل ده، يبقى دي ليست معادلة من الدرجة الأولى على الجزء اللي مرسوم ده. دي نقطة. إيه الفرق هندسيا ما بين الثلاث أشكال؟ واضح إن في الرسمة الأولى إن الخط ده منصف الزاوية. كلمة منصف الزاوية دي يعني معنى كده ان طاقة الوضع وطاقة الحركة في الرسمة دي الميل بيساوي 1 لانه يعتبر بيميل بزاوية 45، يبقى بيقول لي ده طاقة الوضع بتساوي طاقة الحركة على طول حل المسألة. يبقى طاقة الوضع بتساوي طاقة الحركة في طول ما في حركة مستمرة. هنا الميل اختلف، يبقى الرسمة دي والرسمة دي الفرق بينهم ان طاقة الوضع هنا لا تساوي طاقة الحركة، لان لو جبت معادلة الخط المستقيم الميل مش هيساوي 1 هنا. هنا يعتبر برضو في علاقة، بس علاقة ايه؟ الميل هنا سالب، طبعا هنا الميل موجب باعتبار ان الزوايا حد في الرسمة الاولى والتانية. هنا الميل يعتبر سالب، يعني طاقة الحركة تعتبر بتساوي طاقة الوضع بس مضروبة في إشارة سالب زائد عدد، لأن ما بيمرش هنا بنقطة الأصل، في الرسمة الأولى والثانية بيمر بنقطة الأصل. طبعا اتفقنا دي إن دي معادلة من الدرجة الثانية. على ضوء اللي احنا قلناه ده عشان تفهم بس الرسومات معناتها ايه، لكن اختيار لازم يبقى مبني على قانون أو على أسس. يعني نيجي بقى نفسر، فسرنا الرسومات دي كلها ازاي اتعاملنا معاها، هختار ازاي، هو مديني ايه وطالب ايه. هو مديني طاقة حركة وطاقة وضع. طب ايه اللي تعرفه عنهم؟ هتقول لي اعرف ان لما الجسم يتحرك تحت تأثير وزنه فقط ان مجموع طاقتي الحركة والوضع بيساوي مقدار ثابت. كلام جميل، يبقى معنى كده ان طاقة الحركة بتساوي المقدار الثابت وودي طاقة الوضع بعكس الإشارة. هنا بقى مهمة جدا، يبقى طاقة الوضع دي
إشارتها هنا إيه؟ سالب، يبقى ميل المستقيم ده يصنع زاوية منفرجة، يبقى أنهي واحدة من التلاتة؟ يبقى أختار الإجابة ج، يبقى الطاقة بتساوي مقدار ثابت ناقص ضرب، يبقى معادلة الخط المستقيم الممثلة أختار الإجابة ج، اللي إحنا شرحنا قبل ما نتكلم بنشتغل فيها إزاي. برضو في مسألة تانية بيقول سقطت كرة ملساء من ارتفاع لام على أرض أفقية ملساء ارتدت إلى أعلى، أي الرسومات الآتية يمثل العلاقة بين الطاقة الكلية للكرة؟ إيه المقصود بالطاقة الكلية؟ مجموع طاقتي الوضع والحركة والارتفاع، علما بأن التصادم مرنا. آدي الرسومات اللي هو مديهالي. طب نقرأ السؤال تاني ونفهم الرسومات. سقطت كرة ملساء من ارتفاع لام، ادي لام يمثل الخطوط الخط الافقي اهو كانه محور السينات لام، على ارض افقيه ملساء وارتدت الى اعلى، اي الرسومات التي يمثل العلاقه بين الطاقه الكليه للكره اللي هو مجموع طاقتي الحركه والوضع والارتفاع، علما بان التصادم مرنا. عايزين نفهم يعني ايه التصادم مرن. طبعا هنا فسرنا احنا رسمه زي كده، فصلنا رسمه زي كده، هنا في الرسمه دي تعتبر الطاقه الكليه ثابته على ممر الحركه، هنا طبعا ليست ثابته، في مرحله بتزيد وفي مرحله بتقل وهكذا، تختار انهي واحده؟ نشوف الإجابة مع بعض. آدي الرسومات اللي احنا قلنا عليها. الطاقة الكلية يعني ايه؟ مجموع طاقتي الحركة والوضع. بيقول لي لا تتغير في حالة السقوط الحر بتغير الارتفاع، ما احنا قلنا طالما سقوط حر يبقى مجموع طاقتي الحركة والوضع بتساوي مقدار ثابت، وفي نفس الوقت كلمة تصادم مرن يعني لا يوجد فقد في الطاقة نتيجة التصادم، يعني هي اصطدمت بالأرض ما اصطدمتش في الأرض، مفيش فقد في الطاقة، يبقى معنى كده إيه؟ إن العلاقة بين الطاقة الكلية والارتفاع هيساوي مقدار ثابت، يبقى أنت لازم تختار طالما دالة ثابتة يمثلها خط مستقيم يوازي محور السينات. نيجي المسألة زي كده سهلة وبسيطة، ولكن هي يمكن رسمتها غريبة شوية. مكعب من الخشب عند النقطة ألف، بيقول في الشكل المقابل مكعب من الخشب عند نقطة إيه؟ ألف، ينزلق على السطح كما ما هو موضح، هنمشيها لكم دلوقتي، هيمشي كده تمام. حيث ألف ب السطح ده أملس، والسطح ده اللي هو جيم دال أملس، والسطح الأفقي ده اللي هو به جيم خشن، يبقى هنا أملس خشن أملس، وعشان كده وأنا برسم الرسمة حاولت أوضح لك إن رحت حاطط لك إن ده مستوى خشن أهو اللي هو به جيم، طوله 30 متر. طبعا طالما خشن يبقى ده لما هيمر عليه هيقابل احتكاك، قال لك معامل الاحتكاك الحركي بين المكعب والسطح الافقي اللي هو ده يساوي 5، فاذا بدأ مكعب الخشب الحركة وهو على ارتفاع 4 متر، المسافة دي 4 متر، طبعا هينزل هينطلق هنا عادي، هيقابل هنا مقاومة أكيد ممكن التوقف، هو بيقول إيه؟ على أي مسافة على ب ج يسكن مكعب الخشب تمام؟
طب نشوف الحركة أهي، أعملها تاني أهي، واضح؟ ادي المكعب اهو. ايه الحل بمنتهى البساطة؟ يقول الجسم بدأ من السكون وانتهى بالسكون. الجسم بدأ من السكون وانتهى بالسكون، يبقى التغير في طاقة الحركة بتساوي صفر. التغير في طاقة الحركة طالما بدأ بصفر وانتهى بصفر يبقى مفيش تغير في طاقة الحركة. لو طرحتهم من بعض، التغير في طاقة الوضع بيساوي الشغل المبذول من محصلة القوة ما عدا الوزن، يبقى سالب كاف د في لام. الشغل المبذول هنا هيبقى شغل المقاومة، تمام؟ خلي بالك المقاومة هنا أفكرك بتساوي ميم كاف ر. المقاومة بتساوي، لأن السطح خشن، يبقى ميم كاف ر. الر هنا لو الوزن ده كان موجود اللي هو كاف د، يبقى الر هتساوي كاف د. لو انت فاكر كده كان في هنا وزن لأسفل وكان في رد فعل هنا اللي هو الر العمودي، وبالتالي هتيجي تعوض عن الكتلة باتنين وعن الدال بتسعة وتمانية من عشرة وعن اللام اللي هو قالك عليه ابتدى من ارتفاع أربعة معامل الاحتياج بخمس اللي هي ميم كاف في الر اللي هي بتساوي كاف دال اللي هي 2 في 9.8 من 10 ف، وتعتبر هنا ف اقدر اجيبها هتساوي 20 متر، يبقى ده طوله 30 هي تتوقف بعد ان تقطع 20 متر على ب ج. طبعا لو الاجابه طلعت عندك اكتر من 30 تعرف ان في غلط، لان هو بيقول لك هتقطع مسافه قد ايه من على ب ج عشان تقف، زادت عن 30 يبقى في خطأ. يبقى برضو الأرقام بتدي لك دلالة على ممكن الحل بتاعك يكون فيه حل مقبول أو غير مقبول. إلى هنا بنصل إلى نهاية حلقة اليوم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله، متمنين لكم دوام التوفيق، مع تمنيات بالتوفيق الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. كان معكم الأستاذ مجدي إمام، موجه الرياضيات بالوزارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.